هسيت ما نازلنا صيحات العدوان صرم هاي يا بيي حطين حطين استرح رافع لك يا بيي صار ضربتك بالارض مثل ضربه حيلا قوتي لك يا بيي السنه قررت تصير رجال انت قررت خليك تصير شبل قوتي مشان هيك بدي ظهرك عند الدنيا لان احنا برات الدنيا ما تجاوبني صرم رافع لك ايدك هيك رجعنا ورا جلس قطع هيدي العلامه اوعى تنسيها بحياتك لا بيي السنه انا وياك بدنا نطلع نسهر على السنه برا مثل الكبار بمطعم بريستوران مطرح ما بدك بيي بدنا نحضر ناس عم بتغني الفنان يلي بيخطر على بالك بدنا نروح نحضره منيح عنجد ايه بيي نقي انت الفنان اللي على بالك تسمعه وتحضره بنروح سوا انا وياك وبنسهر مثل الرجال عبين احضر جرو الصوف ده يا بيي دخل جرو الصوف هلا جرو الصوف على راسنا وعنا بس يا بيي جرو الصوف سوري نحن والسوريين بعد عندنا مشاكل ما نحلين لما الحكيم الله يطول بعمره الله يطول بعمره ثلاث مرات لازم الله يطول بعمره يقول لنا احضروا بنحضروا غير طيب ما فينا نحضر معين شريف؟ معين شريف يا بيي منيح معين بجنن وعراسنا قبل عنا بس معين شريف يا بيي عنده مشكله هي قصه لبيك يا جنرال ولبيك عنده لبيكان بيي يعني اذا حضرناه بده يلبكنا فوقنا تحتنا بالسهره بلها بيي غيره طيب ما شو رايك هيفا؟ برافو له بيي لكن من الاساس انا ناطرك عنده لهيفا اكيد بيي هيفا طول حضر هيفا بقدي هالصوت بقدي هالجمال هالكلام اللي بتقوله سمع كلام بيي انا هيفا انا هيفا ايه بيي ما روح حاتم بقى طلعت قال لك يا بيي ده هيفا من جنوب بيي وهيدي معتبرينها 8 ابار هيك محسوبه هي ما بعرف انا بعدين ما قالت ولا مره بتحبوا للحكيم لا بيي غيره طيب جوليا لا جوليا لا يا بيي كيف جوليا يا بيي جوليا غنت للجنرال وجوزها وزير بكتلته لا دقي لي حدا حيادي بيي حيادي حيادي لا مع هيك ولا مع هيك بيي طب ما شو بدك نحضر؟ لسه يا بيي الي ساعة ناطرك لتقول لسه مني يا بيي نقيت كل هالمطربين والفنانين ونسيت لي لسه يا بيي بدبي لسه بدبي لسه بدبي معلش الله يرزق بدبي بكره بترجع شو بنحضر يا بيي قلت لك احضر حدا حيادي بلش سنتك بضحكي ونغمه مع البيست اوف لمسرحيات كتير سلبي شو احضر مسرحيات كتير سلبي شو هيدول حيادي يا بيي وعمرك ما تحضر شي تاني فهمت يا بتحضرهم يا ستين عمرك ما تحضر امي فتح ايوه حطين ذاك الشبل من هذا القواتي.